مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من أجندة سياسية. هذه المساحة التي نناقش من خلالها مختلف القضايا السياسية والأحداث السياسية في الساحة السياسية السودانية، ونتناولها بشيء من التحليل. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وعنوان هذه الحلقة: العملية السياسية وتحديات التنفيذ. وتبقى هنالك تساؤلات عديدة مطروحة. بالأمس تحدث الجميع عن اتفاق نهائي، فما هي التحديات التي تواجه هذا الاتفاق، وكيف ستكون الضمانات لانضمام الممانعين لهذا الاتفاق، وفي حال إصرارهم على الممانعة كيف سيمضي الاتفاق إلى نهايته؟ تحديات مختلفة. في حال مضي هذا الاتفاق كيف ستكون الحكومة القادمة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نجيب عليها في أجندة الساعة لليوم، وسعداء أن يشاركنا الإجابة عليها الأستاذ نصر الدين العماس، الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بمشاهدينا الكرام. مرحب أيضا بالأستاذ عروة الصادق، قيادي بالحرية والتغيير. مرحبا بك. أهلا وسهلا، أسعد الله أيامكم، والتحية عبرك للمشاهدين والمشاهدات في ربوع وطننا الحبيب وخارج أركان المعمورة. مرحبا بك. وبالأمس تحدث الجميع، وهو حديث الساعة، ونتحدث عن هذه الأجندة للساعة الآن الأستاذ نصر الدين، الحديث عن الاتفاق النهائي وكيف سيكون التوقيع على هذا الاتفاق وغيرها من الخارطة الزمانية التي ذكرت بالأمس. ولكن بداية، ما هي ضمانات انضمام الممانعين لهذا الاتفاق؟ أولا، من المؤكد أن العملية السياسية الحالية تقوم على ساقين. الساق الأولى هي ساق الضغوط الدولية التي يتم ممارستها على المكون العسكري بالتحديد. الساق الأخرى هي ساق الالتزام الأخلاقي. وللأسف هاتين الساقين لا يمكن الاعتماد عليهم بشكل كبير جدا. الاتفاقية واحدة من المخاطر التي تواجهها أو العملية السياسية للوصول لنهايتها أنها لا توجد ضمانات كافية، لا توجد ممسكات، لا توجد روافع. حتى الاتفاق الإطاري الذي رشحه الناس ينقسم حوله الناس، وكان من الممكن أن يبث هذا الاتفاق الإطاري تطمينات كبيرة على مستوى الشارع المتحرك ثوريا، الشارع المذهب، وعلى مستوى القوى السياسية. الآن الحرية والتغيير تدخل في إطار شراكة سياسية، وهي منقوصة القوى غير التي كانت قبل انقلاب أكتوبر. أعتقد الطريق إلى نهايات العملية السياسية طريق على سنة الرماح، وطريق محفوف بكثير من المخاطر. ما لم تتوافر إرادة وطنية حقيقية، وما لم يتوافر قدر معقول من التوافق السياسي على أجندة وطنية حقيقية، أعتقد أننا يمكن أن نعيد عقارب الساعة الوراء، وحينها سنشهد أزمة سياسية أكبر من التي كانت. صحيح. وكما ذكرت، منذ الثورة وحتى الآن مجموعة أستاذ عروة من الأبواب المفتوحة في حديثنا عن الاتفاق، ولكن في كل مرة يفتح باب الاتفاق ويوصد من جديد. والآن هو حديث عن اتفاق نهائي، يمكن أن يكون هو في يعني مطلع أبريل حسب الخارطة الزمانية التي تحدث عنها المؤتمر بالأمس. وكان من قبل الحديث عن هذا الاتفاق حديث عن الاتفاق الإطاري، فما هي الأرضية الجديدة التي يمكن أن تضم الممانعين لهذا الاتفاق؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أجدد شكري لك وللبرنامج للاستضافة. أولا، هذا الاتفاق لم يؤسس بين فينة وأخرى، اتفاق مؤسس على أرضية طالت مدتها 8 أشهر أو يزيد، جدولت فيها قضايا أساسية لم يتم الحديث عنها تفصيلا حتى في الفترات الانتقالية السابقة. هذه القضايا قتلت بحثا، واليوم سنضع النقطة الأخيرة في القضايا المؤجلة الأربعة، ومن بعدها مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبدأت اللجنة صياغة المسودة للاتفاق النهائي. الحديث عن أن هذا الاتفاق يحتاج إلى أعمدة وأركان وتواجد قوي وأرضية صلبة تستوعب الممانعين، لم يوصد الباب أمامهم على الإطلاق، ولكنهم اختاروا التمنع. الآن هذه العملية بأجندة معلومة وسقوف معلومة وحضور معلوم. هم أرادوا أن يجر، ولا زالت إرادتهم أن يجرون إلى مجاهيل. نعم، أوقفوا العملية السياسية، نوقفها لماذا؟
ما الجديد لديكم؟ ما هي أجندتكم؟ ذهبوا إلى القاهرة وأتوا بخفي حنين. الآن هذه الأجندة، هذا الاتفاق معلوم الأجندة، معلوم الأطراف، معلوم من سيكون على سدة حكومته، ناس حددت ملامحهم أو معايير اختياره. لحد الآن ناس ماشي تتفق على حكومة بمعايير محددة تحقق تطلعات الشعب السوداني. تعليقا على الأستاذ العماس، إنه هذه الاتفاقية قد تؤسس إلى شراكة، لن تؤسس إلى شراكة سياسية مع العسكر على الإطلاق، وهذا يحقق واحدة من اللاءات لا شراكة، باعتبار أن هذا الاتفاق سيؤسس سلطة مدنية وحكومة مدنية كاملة. نعم تحتاج إلى دعم وإسناد، وهذا ما نعمل على جمعه، الإسناد الشعبي. نداءاتنا لا زالت إلى شباب لجان المقاومة متواصلة، الإسناد الإقليمي والدولي نراه في كل فعاليات الحرية والتغيير والقوى الإطاري الداعمة لهذا الاتفاق. اليوم السيد فولكر سيحيط مجلس الأمن علما بهذا الاتفاق. كل هذا يبين أننا نبحث عن شيء مصمم لكي ينجح وليس لكي يفشل، لأن كثير من الاتفاقيات السابقة التي أشرت إليها حملت عوامل فناء في أحشاء، وده الذي أتى بانقلاب زاحف والذي أتى إلينا بشراكة معطوبة. والحديث عن الناظر للاتفاقيات المختلفة أو اللي كانت مفتوحة أيضا في الساحة السياسية، أستاذ العماس، في سؤالنا عن ما هي الأرضية الجديدة، قد يكون هو الخلاف حتى بين شركاء الثورة يعني، والحديث عن الحركات المسلحة أو غيرها من الأحزاب السياسية، حتى الحزب الشيوعي وحزب البحث وغيرها. فالآن عندما نسأل عن أرضية يمكن أن تكون مختلفة، يمكن أن يبنى عليها اتفاق جامع، يعني هو سؤال عن إنه ما هو الجديد في هذه الأرض السياسية التي يمكن أن تجمع يعني. أولاً إذا لاحظنا أن الرئيس المخلوع البشير بكل ما يملك من قوات وكتائب سقط في خلال 4 أشهر، حينما توحدت القوى المدنية وحينما توحد الشارع خلف كلمة واحدة. الآن الجنرال برهان بكل ضعفه يحكم على مدى أكثر من 1.5 عام بكل ما يحمل من ضعف، وهذا نتيجة مباشرة لتشظي القوى المدنية والنادي السياسي وحتى على مستوى الشارع. وبالتالي أعتقد أن البحث عن طريق ثالث هو من الحكمة المطلوبة السياسية، ولكن تلبية مطالب الشارع والإجابة على تساؤلات الشارع مطلوبة بشكل كبير. إذا عدنا إلى الاتفاق الإطاري نجد أنه تم توقيعه في 5 ديسمبر في خواتيم العام الماضي، الآن مضت نحو أكثر من 3 شهور ونصف. الجنرال برهان والجنرال كباشي وعدد من القادة العسكريين فيما يشبه التنصل تحدثوا كثيرا عن أنهم لا يمكن أن يمضوا في اتفاق يضم قوى محدودة، وحتى أحدهم ذكر أننا لا يمكن أن نمضي في اتفاق مع 10 أشخاص، كأنهم يريدون أن يتنصلوا. بعد هذه الفترة عادوا الآن إلى 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 عمل خطوات ملموسة في اتجاه نهاية العملية السياسية. إذن فيما الخلاف وعلامة الاتفاق الذي حدث؟ كل الاتفاق الذي حدث الآن أنه جاء نتيجة ضغوط دولية وإقليمية محددة. هذه الضغوط الإقليمية الدولية تتصاعد وتنخفض وفقا لمصالح الدول الغربية. السيد عمرو أشار إلى إحاطة فولكر لمجلس الأمن الدولي، ولكن للأسف المجتمع الدولي عين بعثة لحفظ السلاح للعملية السياسية أو الفترة الانتقالية في السودان، وكان يجب أن ترعى الفترة الانتقالية للوصول للانتخابات. حينما حدث الانقلاب العسكري ما الذي حدث؟ كل الذي حدث أن هذه القوة الدولية بكل ما تملك من قوة تحولت إلى وساطة، وبالتالي التعويل بشكل كبير على القوة الدولية ليس بكافي لإنجاز مهمة وطنية أو توافق وطني واسع. وما يوصف له أن المكونات الوطنية الحالية بشكل كبير لا تختلف حول قضايا جوهرية. أنا كنت أتمنى أن يكون الخلاف حول هل يمكن هذا الاتفاق للدولة المدنية، هل هذا الاتفاق يمكن أن يبلغ السودان إلى ديمقراطية مستدامة، ولكن الخلافات من الواضح أنها تنحصر في إطار المحاصصات والمناصب واختلافات غير أخلاقية في هذا الظرف. ولكن حديثك أيضا عن القوى الدولية لا يعول عليها، فما هو المعول عليه الآن في جمع الصف؟ على ماذا يعني يعول الجميع في هذا الاتفاق النهائي؟ يعني دي هذا السؤال الذي أسأل عنه من بداية. الأرضية الآن التي يمكن أن تجمع الاختلاف من الاتفاقيات الفائتة، أعتقد الخلاف كما قال السيد عروة أنه ربما يكون هنا ليست بشراكة،
ولكن هذه أيضا نوع من الخطورة. حينما كانت شراكة مناصفة وبشكل أكبر للمكون العسكري، انقلب المكون العسكري على المكون المدني وزج به في السجون وأطاحه بالفترة الانتقالية. الآن إذا قلنا أن المكون العسكري سينسحب من العملية السياسية، وهذه أيضا من المخاوف التي تحيط بمجمل العملية السياسية. المكون العسكري لديه أحلامه الشخصية ولديه طموحات قادته ولديه رؤية آبائهم التي يريدون التحقيق على أرض الواقع في حكم السودان، وبالتالي لا يمكن الوثوق، لا يمكن لعاقل أن يثق في 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 أن هؤلاء القادة الموجودين يمكن أن يمضوا بالبلاد إلى في هذه العملية السياسية إلى نهاياتها. أنا كنت أتمنى أن يكون الاتفاق الإطاري الذي تتحدث عنه قوى الحرية والتغيير والذي تم التوقيع عليه أن يكون متاحا. للأسف وصدرت كثير من الأحاديث حول أن الاتفاق الذي تم توزيعه إلى الناس، كثير من الحديث ان هناك اتفاق ما تحت الترابيزه، وان هناك هذا الاتفاق ليس بالذي تم التوقيع عليه وسيتم تعديلات اضافيه عليه، لانه مجرد وجود تفاوض إذن بيعني وجود تنازل من طرفين. هذه التنازلات اعتقد انها كانت بالدرجه الاولى لو استصحبت تنحيه القياده العسكريه الحاليه على المشهد السياسي كان ممكن ان توفر ارضيه كبيره جدا لقبول هذا الاتفاق، ولكن لا يمكن ان يكون الضامن لك او الطرف الاقوى هو ذات الشخص الذي انقلب عليك، هو ذات الشخص الذي يحمل اجنده مضاده، هو ذات الشخص الذي فخخ الفتره الانتقاليه بشكل كبير جدا وادى الى واودى بالفتره الانتقاليه. وسننتقل مباشره بهذا السؤال لاستاذ عروه في حديث استاذ العماس عن ان هنالك اجنده على الطاوله واجنده خفيه تحت الطاولات كموجودين في الحريه والتغيير وموقعين على الاتفاق الاطاري، واليوم حديث عن اتفاق جامع قد يكون فيه يعني بهذا المبدا كثير من التجاوزات او التنازلات، فهل حقا هنالك اجنده خفيه من خلال هذا الاتفاق؟ اولا الاتفاق نشر ومعلوم من ساق أجندته ومتى أعلنت. الحديث عن اتفاق خفي حديث أطلقه موردون، مثلما أطلقوا أن هذه العملية مصممة في الخارج واستنسخت مواثيقها وترجمت من منصات خارجية وعلبت في معلبات سودانية لكي يقتاتها الشعب السوداني، وهذا حديث مردود بأن هذا الاتفاق معلن، والذي تم الخلاف فيه هو ما حدد الأجندة الخمسة: اتفاق السلام، قضية شرق السودان، تفكيك نظام 30 من يونيو، العدالة والعدالة الانتقالية بالإضافة لملف إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذه هي الملفات التي كان عليها الخلاف، والآن انقضت جميعها. أستطيع القول بجميعها، حتى الملف المؤجل ملف إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية أمده قريب جدا. سنعود للحديث عن هذا الملف، ولكن يعني حديثنا يبقى عن هذا الاتفاق في جوانب مختلفة. يعني هنا تابعنا من خلال أجندة الساعة الورشة المختلفة للاتفاق الإطاري ووصولا لهذه الورشة التي سنتحدث عنها، ولكن حديثي الآن في أنه يعني هنالك من يتحدث أيضا عن وجود حصانات عن غيرها حتى من خلال ورش العدالة القانونية وغيرها. من الورش، فدعنا نجيب أيضا على هذه يعني الأحاديث الأصلا هي موجودة. العدالة، لعلك تابعتي حديث وزير العدل السابق دكتور نصر الدين عبد الباري ان هنالك طلب من العسكر بحصانه وحصانه سياديه، قيل لهم ان الحريه والتغيير او قوى الاطاري ليس بمقدور احد منهم ان يحصنكم، يحصنكم الشعب السوداني ان اراد او اولياء الدم. وعلى ماذا اتفق معكم أيضا؟ ما في اتفاق. الآن الناس ترى توصيات العدالة والعدالة الانتقالية التي طالبت أهم ما فيها عدم إفلات الجنى من العقاب، وهذا يشمل الضح والضحيح الصغير والكبير. نعم الناس يريدوا للخروج بعدالة انتقالية تحقق حقيقة ومصارحة، ولكن في ظل إنكار الجنى بأنهم لم يفضوا اعتصام القيادة العامة ولم يحرقوا ولم يقتلوا ولم يغتصبوا ولم كل هذه الجرائم إن لم يحدث فيها مواجهة حقيقية حقيقة ومصارحة كما حصل في نماذج كثيرة في رواندا في ساوث أفريكا، إذا ما حصل الكلام ده ما في زول بيقبل مصالحة. أولياء الدم الآن محاكمهم معلقة. اليوم أنا بتكلم معك أسي محكمة الشهيد محجوب التاج، وهنالك محاولات لدغمسة الملف، ملف قضية الشهيد محجوب، وعلى ذلك يمكن القياس هنالك أكثر من 124 شهيد آخرهم الشهيد رحمه الله إبراهيم المجذوب. هؤلاء كلهم إن لم يكن المعروفين أحمد الخير والشهيد المجذوب عرف من ارتكبوا الفضائح في حقهم،
ضد مجهول، وهذه ستعبئ الغباء داخل أسر الشهداء، زملاء أسر الضحايا ورصفائهم، وهذا سيقود إلى مزيد من الاحتقان، ولن يجعل من أي نظام حكم مش جينا به ونحن حرية وتغيير أو إطاري لن يستقر، لأنه لا سلام بلا عدالة. صحيح، والحديث عن العدالة الانتقالية هو حديث كبير وتناولناه أيضا من خلال أجندة الساعة، ولكن حديثي يعني كان في جزئية عن موضوع الحصانات بشكل خاص. هي طبعا أسئلة مفتوحة في الحاضر بالتأكيد ستجيب عنها الأيام، ولكن لدي سؤال لسيدة عروة. نفترض مثلا أن ورشة العدالة الاجتماعية أوصت بتقديم الجناح إلى محاكم واضحة، هؤلاء الجناح على رأسهم القادة العسكريين الموجودين حاليا، لا يمكن لأي حد أن يبرئهم، ما الموقف موقف الحرية والتغيير؟ وكيف نضمن؟ لا، السؤال أيضا إذا كان يعني إذا كان شخص بيده السلطة وبيده السلاح، هل يمكن أن يسلمك السلطة لتحاكمه؟ هم قالوا من الواضح أنه ما لم تتم فيها تسويات واضحة لا يمكن أن تمضي إلى الأمام. أستاذ العماس والأستاذة قالوا نحن أنتم ماسكين لنا سكاكين ودارين تضبحونا، منو بسلمكم السلطة؟ ولكن مع ذلك مضوا في الاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري ده قضايا ودي ملزمة، الأجندة التي وقعنا عليها ملزمة أن تصاغ ضمن المسودة النهائية، وملزمة نتائجها للحكومة التنفيذية، وملزمة وسينص على ذلك في مسودة الدستور التي ستوقع في 6 أبريل، مرجعياتها قضايا الإطاري، مسودة المحامين وما إلى ذلك. ملزم الحكومة التنفيذية القادمة أن تطبق هذه المخرجات، إذا كان فيها تقديم الجناه بعد ذلك هم دارين ينقلبوا على النظام، ينقلبوا. الشعب السوداني الآن بيرى وبيسمع إن نحن ماشيين نحقق عدالة انتقالية، ماشيين نحقق قصاص، ماشيين نحقق ملفات بتاع التفكيك الدولي. حتى السؤال عن من الذي ينفذ وكيف هي الآليات وغيرها قد تكون هي أسئلة مطروحة أستاذ العماس، ولكن يعني دائما نحن نتحدث في هذا الجانب بأنه هل هذه، والسؤال المطروح دائما، هل هذه هي مهمة الحكومة الانتقالية أم لا بد أن تكون هناك حكومة منتخبة لتقوم بذلك؟ من المؤكد أن أي حكومة انتقالية تنفيذية لديها مهام واضحة، اللي هي استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتأسيس بناء ديمقراطي بشكل واضح، تعديل القوانين التي يمكن أن تعيق أي عملية ديمقراطية مستقبلا، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، موضوع العدالة الانتقالية، هذه مهام الحكومات الانتقالية. ثم تأتي أمهات القضايا الكبيرة حول الهوية والتطبيع والأمور الكبرى، هذه بتترك إلى 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 البرلمان المنتخب، علاقة الدين بالدولة وغيرها كما أشار سيد عروة، إلى البرلمان المنتخب. لكن الحكومة التنفيذية مناطة بمهام كبيرة جدا، وهذه تنقلنا إلى التجربة السابقة. التجربة السابقة شهدت ضعف كبير جدا على مستوى الأداء التنفيذي، هذا الضعف هو الذي أغرى المكون العسكري بالتمدد في مساحات كبيرة جدا، وأدى إلى انهيار الفترة الانتقالية وإلى إلى إلى تحويل كثير من الملفات المهمة من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية، أضعفت بشكل كبير جدا المكون المدني والسلطة المدنية وأدت إلى انهيارها في النهاية. والحديث عن الحكومة أيضا يعني التنفيذية حديث كبير سنعود للحديث عنه، وكيف يمكن أن تجانب هذه المشكلات التي ذكرت في حكومة سابقة، ولكن بعض هذه الإفادات. طبعا انتوا كلكم عارفين انه بالامس تم اجتماع مهم جدا، لكن انا داير ابدا مع زملائي الاستاذ الواسخ البرير، الاستاذ طه عثمان والاستاذ جعفر، متطابقه من كل الاطراف التي وقعت على الاتفاق الاطاري. لاول مره العمليه السياسيه ظلت تراوغنا وظلت إنه نحن نتقدم خطوتين ونرجع خطوة إلى الخلف، بحكم إنه الدولة العميقة والفلول بزعوا وبيعملوا ليل نهار لعرقلة العملية السياسية. ولذلك لأول مرة استطاعت الأطراف جميعا إنها تتخذ خطوات عملية
والخطوات العملية دي بتغرب شعبنا من تحول نوعي يحقق الرغبة الأساسية للشعب السوداني في غامة نظام حكم مدني ديمقراطي ينهي الأزمة وينهي الانقلاب ويؤسس لوضع جديد لمصلحة الشعب السوداني أولا ولمصلحة السودان. الاجتماع الأمس كان اجتماع تميز بروح وطنية عالية من المكون العسكري ومن المدنيين، وتطابقت الإرادة بين المدنيين والعسكريين في اجتماع الأمس، ويجب أن يتواصل هذا حتى نصل إلى مرافي حكم مدني. اجتماع يوم أمس خطوة يعني بتشكل مرحلة جديدة لتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وإن شاء الله كما ذكر الأستاذ ياسر دي المرحلة اللي بتكون قدرنا نصل لمشروعنا الوطني الساعين من أجله بدايته اللي هي التحول المدني الديمقراطي بإذن الله. أنا عندي حقيقة نقطتين، عندي رسالة ونقطة في إطار عمل القوى الحرية والتغيير. الرسالة الأولى حقيقة دايرين نحيي القادة العسكريين الذين استجابوا في القوات المسلحة والدعم السريع، الذين استجابوا لطي الخلاف لمصالح الوطن للمضي قدما في استكمال العملية السياسية والوصول إلى الاتفاق النهائي. حقيقة أن الاتفاق على أسس ومبادئ إصلاح والدمج كان بإرادة وطنية، وأثبتت أن محاولات النظام المباد والفلول لزرع الفتن بين العسكريين قد باءت بالفشل، وإن تمسك العسكريين بالاتفاق الإطاري يؤكد بأن المرحلة تتطلب الالتفاف من أجل الوطن ومن أجل المشروع الذي يدعو إلى نهضة وتنمية وطننا الحبيب. وهنا في الحرية والتغيير والقوى الموقعة نثمن دور القادة العسكريين ونحمد لهم الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ونؤكد بأننا نعمل معا للوصول للاتفاق النهائي خلال فترة وجيزة أو أيام وجيزة إن شاء الله وصولا للاتفاق النهائي. بالأمس انعقد اجتماع ضم الأطراف الموقعة للاتفاق الإطاري من المدنيين والعسكريين، وفي هذه الاجتماع دار نقاش حول تم التوافق حول ورقة الأسس والمبادئ للإصلاح الأمني والعسكري، وهي بتعتبر واحد من القضايا الرئيسية ليس فقط للاتفاق الإطاري النهائي بل لإصلاح قطاع الأمني والعسكري واستقرار السودان ووحدته. أبرز ما حاوته هذه الإفادات هو حديث عن الاتفاق النهائي عن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وجوانب مختلفة أيضا للحديث عن العدالة وغيرها، ولكن يعني سمعنا ونحن نتحدث عن الحكومة القادمة تصريح من السيد ياسر عرمان قبلا بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة سياسية. الآن وفي وصول لهذا الاتفاق النهائي ومناقشة مختلف الأجندة وهذا التفاوض الذي يمكن أن يمضي في طريق اتفاق نهائي، هل لا زال الإصرار موجود على حكومة سياسية أستاذ عروة؟ هو السياسية بمعنى شنو؟ بمعنى القادة اللي بيجوا يحكموا في الفترة دي
مش ضروري يكون عندهم خلفية حزبية، لكن عندهم أفق سياسي باعتبار أنها مرحلة سياسية حرية جدا. هل كان المقصود هم المنتمين للأحزاب السياسية أم كان مقصود أنه لهم أفق سياسي؟ أنا بقول كلام وقدام المشاهدين يسمعوه، ما في حكومة محاصصة حزبية على الإطلاق، ما في محاصصة حزبية على الإطلاق الآن ولا هذا الكلام الآن ده. إذا ماشيين نحن ماشيين خلاص، نحن ماكسيموم 11 إبريل نحن بنخلص الملف ده. إذا جات حكومة محاصصة حزبية نحن اللي بنترس كوادر الأحزاب السياسية. لماذا؟ لأن هذا مطلب شعبي ووعد قطعناه لجماهير الشعب السوداني، إنه نحن حننتزع بالعملية السياسية دي مدنية السلطة والحكومة والقرار لكي نسلمه للشعب. بعد ذاك الكفاءات اللي جات تحكم البلد دي ما في فيتو عليها من حزب، ما في حزب بيجي يملي على قرار. هل ستكون الحكومة هي كفاءات وطنية؟ ما في شك. غير منتمية، غير حكومة حزبية؟ ليست حكومة محاصصة حزبية، ما حيقولوا ناس الأمة عندهم كذا ولا ناس الاتحاد عندهم كذا ولا المهنيين عندهم كذا، ما في محاصصة حزبية على الإطلاق. ولكن يمكن أن تكون هي يعني فيها انتماءات حزبية. سيد رئيس الوزراء، الآن الحديث اللي بنتكلم عنه ده سابق لأوانه، نحن يوم 6 لما نوقع المسودة نوقع الاتفاق. الآن وضعنا معايير رئيس الوزراء، رئيس الوزراء اخترناه ده الدستور اللي انت هتحكم به، معايير حكومتك يا هنا اختار حكومتك. ما في حزب حيجي يقفل في راسه يقول له نحن حصتنا الخارجية والدفاع وما إلى ذلك. هو وحده المسؤول والمساءل، هو اختار بعد ذاك كوادر حزبيين ما يسأل عنهم الأحزاب، ونحن في الأحزاب السياسية بنلزمهم أنه يجمدوا نشاطهم ويوقفوا الممارسة السياسية. لكن على الإطلاق نحن كأحزاب ما حنرشح كأحزاب كوادر، ولا حنلزم السيد رئيس الوزراء القادم بأنه رشح لنا أولادنا أو يجيب لنا كوادرنا، لأنه نحن بنرتب حالنا في 24 الشهر الجاية دي نشتغل على روحنا نجي عبر الصندوق. لكن هذا يعني حديثك يعني ايضا انه يمكن ان يكون هنالك حكومه حزبيه، وفي حال انه هنالك على الاطلاق انا بقول لك على الاطلاق. لا انت تحدثت عن انه لا محاصصه ولكن انتماءات حزبيه، وانه عندما ياتي للسلطه قد يخلع يعني قميص الحزب وغيرها من الجوانب. وهذا السؤال مباشره يعني استاذ العماس، في حال وجود حكومه يعني فيها انتماءات حزبيه، ما هو الضامن لأن تكون حكومة تؤدي أداء مختلف عن الحكومات السابقة؟ هو الحديث على أن الحكومة السياسية حديث حمال أوجه يحتمل التفسيرين. أولا الحكومة تعمل عمل سياسي بالدرجة الأولى، ولكن هل الكوادر ينتمون إلى جهات سياسية؟ بالضرورة ينتمون إلى جهات سياسية، سياسة إنما تمارس داخل دور الأحزاب. حينما تحدث عن سياسة معناها المقابل الموضوعي أو للموضوع ده الأحزاب السياسية. هذه أعتقد أنها فيها كثير من الالتباس، ولكن أعتقد إشارة السيد عروة إلى أن الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته في إدارته قد تكون كعب أخيل الذي تؤتى من خلاله الفترة الانتقالية، لأن هذه طرحاً مجمل الفترة الانتقالية إلى شخصية رئيس الوزراء القادم منفردا، ومن الممكن ان ينتج ديكتاتوريه جديده كما يحدث الان في موازي له. ما تنسى المجلس التشريعي، موازي له المجلس التشريعي، لانه الخطوه اللي فاتت نحن اغفلنا رئيس مجلس التشريعي اغفلناه، دل اتي من خلاله الفتره الانتقاليه. ضروري يكون في مجلس تشريعي يحصن هذه الفترة من ديكتاتورية أحادية لرئيس مجلس الوزراء. أعتقد الحديث عن مجلس التشريعي أيضا يحتاج إلى الكثير من التوضيحات مما يتكون وكيف يتكون وما هي الجهة التي تشكله. الأسئلة القادمة طبعا أستاذ العماس يمارس دور المقدم هنا ودور الصحفي، ولكن إحنا سنسأل بالتأكيد كل الأسئلة التي تدور في رأسك يعني اطمئن. فدائما من خلال يعني حديثك قبل أن نتحدث عن يعني موضوع المجلس التشريعي وغيرها، رئيس الوزراء بدءا يعني هنالك حديث عن ترشيحات لعودة الدكتور عبد الله حمدوك، هل يمكن أن يعود حمدوك من جديد لرئاسة الوزراء؟ هل هو مرشح؟ لا أحد يستطيع الإجابة عن عودة حمدوك من عدمها إلا حمدوك ذات نفسه.
إذن هو مرشح ولكن موافقة حمدوكي لم يرشح إلى الآن. لا نحن في الحرية والتغيير رشحنا شخص ولا الأحزاب السياسية رشحت شخص. هنالك حملات قومية تسمعي إنه رشح عادل عبد الغني في فترة من فترات، رشح دكتور بشير عمر، في مجموعة الآن ترشح دكتور البدوي، في مجموعة رشحت نصر الدين عبد الباري، ولكن لا الحرية والتغيير رشحت رئيس وزراء ولا الأحزاب منفردة رشحت رئيس وزراء. وده ما رد، قلت لك الناس ما شافوا الكونسبت بتاع الدستور. ما في زول بيقدر انت ترشح ذاته على شنو؟ بيقول لك برنامجك وينه، ترشيحك وينه، المسودة اللي انا هحكم بها البلد وينه. وهذه التساؤلات مباشرة تقودنا لحديث على الخط الزمني الذي تحدث عنه مؤتمر الامس، يعني تحدث عن انه 1 ابريل يعني وبعد 6 ابريل سيكون المجلس التشريعي و11 ابريل ستكون الحكومة، وفي ظل حتى الان يتحدث عن انه لا توجد مقترحات، لا توجد، فكيف يمكن أن يمضي هذا الخط الزمني في ظل يعني حتى الآن نتحدث عن أنه حتى مجرد الترشيح لرئيس الوزراء غير موجود؟ أنا أعتقد موضوع مجلس الترشيح رئاسة مجلس الوزراء، الجهة التي تدير المشهد السياسي الآن هي التي تحدد من هو مجلس الوزراء، دعنا نقولها بلا معارضة. هناك تقاطعات ونقاط رئيسية جدا يجب أن تتوافر في رئيس الوزراء القادم، مرتبطة بمصالح العالم الغربي، مرتبطة بواشنطن بالتحديد، مرتبطة بموضوع التطبيع مع إسرائيل، مرتبطة ببعض القوى الإقليمية ذات التأثير الكبير على مستوى السودان. هذه أعتقد أنا الشخصية يجب أن تجمع هذه المحاور المجتمعة. إن لم تنل رضا تلك الأطراف لا أعتقد أنه سيتم دفع، إلا أن يؤتى بشخص يسهل قيادته كما يريد المكون العسكري وكما تريد قوى إقليمية، بأنه يؤتى برئيس وزراء محدود القدرات يسهل قياده، وحكومة ديكورية تمضي الفترة الانتقالية إلى نهايات ممجوجة وإلى انتخابات مخجوجة. لا، وفي الحديث عن السؤال عن الخط الزمني، هل بإمكان أن ينفذ هذا الخط الزمني في حديثنا؟ يعني أنا سؤالي كان في أنه كيف ترى الزمن المحدد في ظل حتى الغياب حتى الآن لمقترحات وترشيحات وغيرها؟ لا أعتقد أن هذا السؤال سيد عروة أدرى به، لكن أعتقد أن الحرية التغيير أنفقت زمن طويل جدا وبحثت كثير من المواضيع. أفتكر من مؤكد أنها بحثت كثير من المواضيع، حتى موضوع الترشيح هذا ربما هو لا يريد أن يفصح عنه، لكن مؤكد أنهم يتداولون كثير من هو قال من حتى الآن لا هو مؤكد يعني. مؤكد أنهم مضوا خطوات طويلة جدا، لكن كثير من الكلام ما حيطلع للإعلام. مؤكد أنهم مشوا خطوات بعيدة جدا. ما دام تمت الاتفاق على القضايا الخمسة الرئيسية اللي هي بتشكل العمود الفقري للاتفاق السياسي، أعتقد أنه لا توجد مشاكل أخرى، خاصة أنه في ظل ترشيحات واضحة، يعني في أسماء واضحة الآن في المشهد السياسي بتدور حول تكهنات كبيرة. قيد الزمن أعتقد أنه جيد ويمكن أن ينجز ما يتبقى من ملفات لم يتبقى منها الكثير. يعني القضية الخامسة حتى الآن سنتحدث عنها، ولكن يعني في جانب عن حديث تكوين المجلس التشريعي والأزل التي طرحها قبل قليل أستاذ العماس، كيف سيتم تكوين هذا المجلس؟ يعني كثير من الناس يتحدثوا عن إنه هذه التشكيلة، هل كيف سنعود لتكوين المجلس؟ سيكون المجلس التشريعي في تصور موضوع للمجلس التشريعي بنسبة سكان في الولايات والتمثيل غالبيته من لجان المقاومة، نسب ما استطيع تحديده بالتحديد نسب المطروحة للمجلس التشريعي، لكن الكلام على انه يكون كل مؤسسات الفترة الانتقالية والمجلس التشريعي واحد منها تنشأ بالتوازي. ليه؟ لانه ده الخطأ وقعنا فيه المرة الفاتت، ناس استعاضت عن المجلس التشريعي بمجلس مؤقت اجتماع الوزارة. ماذا نتحدث عندما نتحدث عن مؤسسات الفترة الانتقالية؟ نعم، مؤسسات الفترة الانتقالية ماذا نعني بها؟ نعني المجلس التشريعي، المؤسسة السيادية، مجلس الوزراء. ذكرت انه حديثك عن المجلس التشريعي مما يتكون، يعني انا اتحدث عن الذين يكونوا المجلس التشريعي، بالتأكيد ليست مؤسسات الفترة الانتقالية. لا، معلومة القوة التي وقعت على الإطاري، اللجان المقاومة، نحن الآن الكلام اللي احنا ماشيين فيه ده في حاجات ما بنقدر نحددها. ليه؟ لانه متوقعين الممانعين ذاته يلحقوا به عشان يعدلوا فيه، ونحن هسه يقول لنا حتى الدستور انتم حسمتم مواجهته. الان عندنا لحد يوم 11 مفترض نتفق على الدستور، نتفق على المؤسسات وكيفيه تكوينها بصوره واضحه. الممانعين دل فيهم ناس بيقولوا نحن اتفقنا على 95%، لليلة ما ورونا 5% دي شنو، لليلة قعدتنا وقعدتكم دي ما ورونا 5%. هل ترى حسب تفاوضكم معهم والحديث عن أن يمضوا معكم في هذا الاتفاق، هل ترى انضمام لهذا الاتفاق قريبا؟ ممكن يجوا وممكن ما يجوا، لكن في كل الحالين
نحن اتفاقنا ده حدد عن نسب الاحتمالات يعني. في كلا الحالين الاتفاق ده حيوقع. ما هو لما اتوقعت اتفاقية مع المجلس العسكري الانتقالي قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي كان في ناس رافضين القصة برمتها لكن جوا لحقوا بها. الآن الحديث عن إنه إحنا أخذنا زمن قالوا العماس أن إحنا 8 شهور دي بنحنس فيهم يا إخواننا. البلد ما بتستحمل، الراعي في الخلا ما قادر يأكل لأنه وقفنا عن إحنا المعونة اللي بتقدمها له الحكومة. كيف نحن نمشي خطوة لقدام؟ قالوا ليلة مشوا للجد، بكرة مشوا القاهرة، بعد بكرة جو عملوا حاجة اسمها جبهة تنسيقية القوى والتراضي الوطني. كلام كله كسب للزمن وتأخير من غير مشروع. أنا بقول لك نحن عملنا خطواتنا دي في 8 شهور، صممنا مشروع وعارفين خلاصاته شنو، لكن سايقيننا ان هم بعمالة لحاجة من غير مشروع واضح، وده اللي احنا رفضنا نمشي فيه. مشينا في عملياتنا دي وللآن الباب مفتوح ومحددة الأطراف اللي ممكن تلتحق. في حال الممانعة سيمضي الاتفاق إلى نهايته. نعذروا منهم، هم اختاروا طريق غير ده، وما في حد حيسلط عليهم بوليس ولا شرطة الحكومة الانتقالية عشان تبطش بهم، يطلعوا مواكبهم يحرقوا لساتقهم دارين يظهروا. لا هي ليست لن تكون فقط المواكب وغيرها، هنالك تساؤلات مختلفة. الفكرة انه يحدث عن سلام جوبا عن جوانب مختلفة. اتفاق يعني سلام جوبا لن ينهار، سنعود للحديث عنها. الاتفاق لن يمس ولن ينهار باعتبار ان هنالك الان اصلاء في الاتفاق موجودين في الاتفاق الاطاري واعضاء مجلس السيادة، مو وزراء ولا حاكم. الهادي ادريس، الطاهر حجر، مالك عقار، ديل اعضاء مجلس السياده وقاعدين في الاتفاق ده وسبورتد له. سنعود لهذا الحديث ولحديث اخرى في حديثنا عن الاتفاق النهائي وتحديات التنفيذ، ولكن دعونا نشاهد هذه الافادات. السلام عليكم الرحيم وبه نستعين. الحقيقه ان المؤتمر الصحفي بتاع الحريه والتغيير ده يعني اهم مخرجاته واهم الدروس المستوى فيه انه يعني حاط الشعب السواني علما بتفاصيل، خاصه اجتماع الامس الذي تم في بيت الضيافه بين القوى المدنيه والمكون العسكري بحضور الاليه الثلاثيه والاليه الرباعيه وكل الموقعين على الاتفاق الاطاري. طبعا حقيقه يعني افتكر اهم درس المستوى انه يعني وضح انه ليس هناك اي حساسيه او اي خلافات بين المكون العسكري داخل المكون العسكري، بدليل انه الاجتماع حضره الفريق اول البرهان والفريق اول الحميدتي، وكانوا كلهم على يعني على كلمه رجل سواء يتعلق بالعمليه السياسيه ومستقبل السودان. الجميع استشعر خطوره الوضع، الجميع استشعر المخاطر التي تحيط بالسودان. السودان الان يعيش في حاله لا دوله، ولذلك لهؤلاء الذين امام مسؤوليه تاريخيه لا بد ان يسرعوا بانهاء العمليه السياسيه وتشكيل حكومه وطنيه لانهاء هذه الماساه التي يعيشها الشعب والمعاناه التي يعيشها الشعب السوداني. ولذلك تجد اهم مخرجات ايضا ان المكون العسكري يعني اكد على خروج من العمليه السياسيه نهائيا، وايضا من عدم مشاركه اي اجهزه نظاميه في العمل التجاري. ولذلك افتكر دي من اهم مخرجات الاجتماع ده، وانه حقيقه يعني دي فرصه عظيمه جدا، فرصه ايجابيه جدا للشعب المشريات، انه هؤلاء الاخوه في الحريه والتغيير بشروا الشعب السوداني بان هذه العمليه السياسيه ماضيه الى نهاياتها ان شاء الله، شاء من شاء وابى من ابى. وانا حقيقه يعني يعني في ان شاء الله قبل نهايه الناس العيد الفطر المبارك يشهد حكومه مدنيه في السودان. وانا افتكر انه هم بشروا بذلك واسرعوا، وايضا هناك منادات للموانعين، ولكن طبعا السؤال لا ينتظر، الوضع خطير جدا لا ينتظر الموانعين. هم يعني نرجو انهم يحتكموا لسبط العقل، خاصه حركتي التحرير، تحرير السودان وحركه العدل والمساواه، لانهم دل من لب الاتفاق ده الاطاري هو اتفاق جوبا للسلام. وهذا الاتفاق لا يمكن، والفريق صندل صرح بذلك، لا يمكن يتم تنفيذ الاتفاق بمعزل عن العون الدولي. وصرح الفريق صندل بعدل المساواة أنه محتاج له 50 مليون دولار شهريا حتى يعمل 600 مليون في السنة. من أين لهم هذا المبلغ التنفيذ؟ ما لا بد أنه يحتكموا سوداء العقل ويلحقوا بهذه الاتفاقية إذا أصلوا همه للأول والأخير معاناة الشعب في دارفور، النازحين واللاجئين يعودوا إلى دارهم
وتحل هذه المعضلة خاصة مأساة النازحين والناجين واللاجئين والهم حاربوا من أجله أكثر من 20 عاما. على الرغم من الحديث الذي تم أمس ما بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في ظل حضور الآلية الثلاثية والآلية الرباعية وأن هناك تفاهمات كثيرة حدثت، لكن يظل الجو السوداني، الجو السياسي السوداني ما زال قائما وما زال ملبد بكثير من الغيوم، وما زالت هناك كثير من الشكوك تحوم حول أن العملية الفترة الانتقالية يمكن أن تبدأ في فترة قريبة، وذلك بسبب الخلافات الموجودة، سواء كان الخلافات الموجودة ما بين العسكريين والعسكريين وما بين المدنيين والمدنيين. حتى الآن لم يخرج العسكريين بنفسهم وينفوا عن نفسهم الخلافات أو أنهم توصلوا للاتفاق، وما زالت هناك خلافات ما بين المدنيين سواء كان في الحرية والتغيير أو ما بين الموقعين، بعض الموقعين على اتفاق سلام جوبا أو المجموعة التي اختارت أنها أن تبعد عن طريق التفاوض. هذا التشتت يجعل الظروف الموجود في البلاد على حافة الهاوية، وتصير كثير من المخاوف في أن تنزلق البلاد نحو فوضى إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بعقلانية، وتنازلت كثير من القوى السياسية من مواقفها من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق وسطى. طيب مساء الخير وشكرا لكم كثير. أنا بفتكر أنه التحديات اللي بتقابل الوضع الحالي ده هي التحديات بتاعت غوريدة، يعني المشكلة التحول الديمقراطي ده عنده هسه أعداء كثيرين جدا، منهم هم قوى الردة اللي هم عاوزين عودة الشمولية، وفي جهات إقليمية وفي جهات داخل السودان كلها عايزة يعني تقطع الطريق. طبعا هو قطعت الطريق الكبرى كانت أصلا الانقلاب ذاته بتاع 25 أكتوبر، ما هو كان قطعت الطريق لبروسيس يمكن الناس شاف مهما كانت العيوب الفيو في النهاية كان حاجة الناس متفقين عليها وممكن تؤدي في نهايتها لتحول ديمقراطي. اتقطع الطريق والآن في محاولات عديدة تكونوا الناس ملاحظينها إنها هي من جهات عديدة ما عايزة أصلاً، لأنه نحن طبعاً عانينا من 30 سنة من تكريس بتاع سلطة في أيادي ناس معينين. الناس ديل ما عايزين يعني يسمحوا بأنه يحصل تفتيت للسلطة دي وتحويلها للشعب يعني، فدي تحدي كبير جداً جداً ماثل أمامنا. الآمال عريضة، إحنا ما بنفقد الأمل أصلاً في انه نحن نصل للحاجه اللي احنا عايزينها، لانه الاراده بتاعت الثوره دي اراده عظيمه، يعني ايا كان الناس مهما تقول في النهايه هي اراده عظيمه، والناس مصرين، الشعب السوداني مصر على انه يصل للنهايه بتاعت انه يحصل تحول ديمقراطي وحكم مدني، وفي النهايه المسائل دي كلها الناس مش بالامل لوحده وبالعمل ممكن تصل لها. انا بفتكر واحده من المشاكل الكبيره جدا برضو انه اي عمل يدار، يعني هسه الان العمليه السياسيه دي صمام الامان بتاعها هو الشفافيه، انها تكون كل الامور معلنه امام الناس. واحده من العيوب اللي كانت يعني استغلها الوضع الفات وحصل منه الانقلاب انه كانت في امور كثيره تم فيها الاستعجال، وفي امور كثيره تمت من غير يعني انه إشراك الشعب اللي هو صاحب الأمر وصاحب السلطة وصاحب السيادة، ما كان الناس حتى على مستوى العلم عارفين حاصل شنو. الآن في فروقات كبيرة ما بين الوضع اللي كان السابق والوضع الحالي، إنه العملية السياسية الآن لحد كبير بتدار، يعني مهما كان أي وضع فيه نقص لكن مهما كان هي بتدار بنوع من نحن عارفين الحاصل شنو، عارفين الدستور بتاع نقابة التسيير، وعارفين بعد ذاك الاتفاق الإطاري بنوده، وعارفين كل الأشياء دي، الناس متابعيننا لحد كبير جدا، ودي ده أنا بفتكر ده هو صمام الأمان للعملية السياسية. إذا تمت الأمور دي كلها بإشراك الناس بإعلام على الأقل بالشفافية، أنا بفتكر مع يعني زي ما بقولوا حسن النوايا، وأهم من ده برضو من حسن النوايا إنه تكون في إرادة سياسية شغالة في اتجاه الدفع لإنه يحصل التحول المدني الديمقراطي. الإرادة دي هي اللي حتخلينا إحنا مع الأمل نصل للتحول المدني الديمقراطي بإذن الله، اللي بيستحقه الشعب السوداني القدم من أجله يعني تضحيات كبيرة ويعني شهداء، وما زال الناس لسه بيقدموا في التضحيات في الشوارع وفي كل مكان.
هو مجموع الحديث الذي ذكرت أن التحديات التي تواجه هذه العملية السياسية، وحديثنا عن وجود اتفاق نهائي. قبل قليل تحدثنا مع أستاذ عروة أستاذ العماس عن في حال لم ينضم الممانعين للعملية السياسية فهل سيمضي الاتفاق النهائي إلى نهايته من غيرهم، وذكر أن الاتفاق يعني ماضي. في حديث عن تكوين حكومة وتوقيع على دستور، وأيضا حديث عن مجلس تشريعي وغيرها، فكيف يعني ترى في حال يعني مضى هذا الاتفاق في هذا الاتجاه من غير الممانعين ما يمكن أن يكون؟ أعتقد مضي الاتفاق الإطاري نهايته مربوط بأمرين. الأمر الأول موضوع العفو وتكرار تجربة إبراهيم عبود في 1964 عبر الورشة أو عبر اتفاق أو بشكل أو بآخر. وموضوع الأمر الآخر هو استمرار الضغط الدولي في 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 الدفع بالعملية السياسية وفي إجبار القوى الممانعة على أن تعود إلى 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 طريق الفترة الانتقالية. ويجدر تذكير أن طبعا كون العسكري قام بانقلاب في 25 من أكتوبر، حينما أصدر الجنرال برهان تصريحا مشهورا بأن الجيش ينتوي الخروج من العملية السياسية، قامت قوى الحرية والتغيير برفض تصريحه في ذلك الوقت، ولم يكن عملا سياسيا حصيفا. استدركت لاحقا بأنه رحبت به في إطار حسن النوايا. حتى الحرية والتغيير كانت ترفض الدخول في 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 مفاوضات أو في تسوية سياسية استجابة لصوت الشارع. هؤلاء الآن القوى الثالثة ترفض. إذن جميع هذه القوى كانت رافضة، دخلت منها قوى ثانية للاتفاق وتبقت قوى ثالثة. الضغط الدولي أعتقد أنه كاف لاستعدال المشهد السياسي في السودان والوصول بنهاية الفترة الانتقالية مع تفعيل قانون العقوبات الفردية الذي تم سنه في الكونغرس الأمريكي، في سنة عقوبات على معرقلي الانتقال الديمقراطي في السودان سواء كان عسكريين أو مدنيين أو واجهات تجارية أو غيرها. أعتقد في إذا كان تمت هؤلاء الأمرين ماضيا كما يجب، من الممكن أن نمضي إلى نهايات الفترة الانتقالية وأن نصل إلى ميس الانتقال الديمقراطي. في حال لم ينضم الممانعين، السؤال كان في أنه في حال لم ينضم الممانعين كيف ترى المشهد؟ هو للأسف المشهد بشكل عام ضبابي وغاتم وممتلئ بالظنون وبالفخاخ. ما أعتقد أن هناك قوة كبيرة جدا من مصلحتها أن تكون هناك قوة ممانعة ورافضة وموجودة في الشارع، مثل ما حدث في خواتيم الفترة الانتقالية الفاتت حينما ضرب البعض خيامهم أمام المقار الحكومية، حينما أغلقت المواني واشتعلت الخلافات القبلية وتم تفعيل هذه القوة بشكل أو بآخر لوعد الحكومة الانتقالية التي كانت موجودة. ممكن أن للأسف أن يعيد التاريخ نفسه في هذه الحالة، أن يتم الاحتفاظ بهذه القوة الخارجية لممارسة أعمال هي غير أخلاقية لإسقاط الفترة الانتقالية ومن ثم الزهاء في مشروع فترة انتقالية لا نهائية. وسير ذلك يعني في ظل تصريحات، يعني بالتأكيد شاهدت التصريح مناوي في دارفور عن حديث أننا نتجرد من قواتنا في ظل وجود ميليشيات وقوات مسلحة وغيرها، وتصريح البرهان أمس، يعني نريد أيضا تحليل لهذه التصريحات بأنه يعني مع الحكومة المدنية ولأنه لا يستجيب للاستفزاز وللمساومة وغيرها، فكيف ترى هذه التصريحات؟ هو أخطر ما في المشهد السوداني مشروع تجيش. لأول مرة في تاريخ السودان نشهد وجود ميليشيات عسكرية في وسط السودان، في منطقة البطانة، في الجزيرة، في النيل الأبيض، في نهر النيل، في الشمالية، في مناطق لم تكن تشهد أو تسمع دوية رصاص إلا في الأفراح. الآن هذه القوات، هذه المجموعات البشرية وصلت إلى قناعات أنك إذا لم تكن تملك سلاحا فلا حق لك في هذه البلاد، وجميعهم يرون ما حدث ما بعد اتفاق جوبا، هذه الحركات التي أتت بقوة السلاح أو بقوة الاتفاق. يعني مهدي بيشير لي بخمس دقائق، يعني أنا حديثي عن التصريحات في تعليق عن هذه التصريحات تصريح في ارتباطة بإمكانية حل نهائي. تصريح ما أنا أعتقد أنه تصريح مقبول، والرجل أصلا لم يأتي على ظهر صندوق انتخابي، أتى على صندوق الذخيرة، وبالتالي من حقه أن يحتفظ بقواته التي تحكمها قوانين محددة، منها الاتفاقية جوبا ومنها بند الترتيبات الأمنية إلى حين دمج قواته. ولكن إلى ذلك الحين أعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يتخلى عن سلاحه، وهذه أخطر ما يمكن. الآن مشروع التجيش الذي يتم تحت بصر وسمع الحديث عن تصريح البرهان عن أنه وبرعاية منها حكومة مدنية ولكن لن يستجيب الاستفزاز والمساومة، المقصود بهذه المصطلحات؟ البرهان يطلق الكثير من التصريحات ويتخذ الكثير من القرارات، ولكنه كثيرا ما يتراجع تحت الضغط. هذا ما عودنا عليه البرهان. أعتقد أن تصريحاته لا يمكن الاعتداد بها بشكل نهائي. البرهان
خاضع للاتزان الدولي، خاضع للتهديد المحلي، خاضع لكل شيء. في ختام حديثنا عن هذه التحديات لابد أن نتحدث عن النقطة التي غادرناها قبل قليل نتحدث عنها في حديث في حال مضي هذا الاتفاق، وكيف سيكون يعني حال اتفاقية جوبا. ونحن نعلم جميعا إذا كان مناوي أو جبريل أو غيره من الموقعين على اتفاق جوبا هم مناوئين لهذا الاتفاق إذا لم ينضموا إليه. قبل الفاصل أنا قلت كلام محدد أن أطراف السلام ليست كلها كتلة واحدة، وجوبا نحن في القضايا المؤجلة وضعنا ورقة بإمكانها أن تجعل منها أحسن ما يكون، ولم تنفذ اتفاقية جوبا إلا من المدنيين. هذه الحصة التي يجلس عليها الآن جبريل ومناوي لم يأتي بها العسكريين، أتينا بها نحن المدنيين ونفذها السيد دكتور عبد الله حمدوك، وإلى الآن ترتيباتهم الأمنية معلقة مع العسكريين. هذا يعني أن المدنيين أوفوا حق جوبا حق وفائها، ولكن خفرهم العسكر الذمة. ده بيتطلب انه ينظروا للاتفاق الجايده بانه حيحفظ حقوقهم، حيحقق اتفاقيه جوبا، وحيحقق ترتيبات امنيه باعتبار ان الترتيبات الامنيه ما يجب ان يكون. لكن نحن نتحدث عن انه في حال مضي هذا الاتفاق في الوقت سلام جوبا وهم من المعارضين لسلام جوبا، اين سيكون موقفه؟ السلام محفوظ والاتفاقيه محفوظه ولم تمس، بل نحن طورنا اجنده لتنفيذها على حقها، والزمنا في التوصيات التي اصدرناها في مؤتمر السلام ومؤتمر شرق السودان تطوير لهذه الاتفاقيه والتزام، وهو ما استدعى ان يذهبوا الى جوبا لكي يجدولوا اتفاقاتهم. دعيني اعود الى حديث البرهان والجنرالات الذي يقال. انا الان لا اعتد بكل اقوال الجنرالات برهان غيره، اعتد بقول واحد البيان بتاع القوات المسلحه انها ملتزمه بالاطاري، علينا ان نلتزم بهذا الاتفاق نحن والقوات المسلحه ان ارادت لهذه البلاد النجاه. ان لم نمضي في هذا الاتفاق بروح واراده حقيقيه وصادقه سنغرق البلاد في الدماء بالبارود القبلي الذي تحدث عنه الاستاذ العماس. والحديث يعني في ختام هذه الحلقة نريد الحديث فقط عن يعني ذكرت الإطاري، ودائما هذه الجدلية على الإطاري والنهائي وغيرها، لكن يعني حديثنا الآن في جانب الورشة الأخيرة، الترتيبات الأمنية والعسكرية إلى أين تمضي؟ في رأي الورشة هذه الورشة محددة المعالم، قوى الكفاح المسلح لديها ملف الترتيبات الأمنية ووضحت رؤيتها العسكرية، قوى الإطاري لديها مجهود ابتدأته حتى إجازة بعض القوانين في فترة الدكتور عبد الله حمدوك، قوى الحرية والتغيير لديها دعم إسناد فني ورؤى فنية عن إصلاح الجيوش، إصلاح القوات النظامية، إعادة هيكلتها، إعادة بناء الجيش، كلها مضمنة من ضمن جند الوطن ومعاشير القوات المسلحة والقوات النظامية. كل هؤلاء بلوروا رؤيتهم وقدموها أو ستقدم غدا أو بعد غد لمؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. العسكريون هم الآن مختلفون، ونرى حشد الخرطوم بالوقود والجنود والبارود، كل منهم يريد أن يغني على ليلى. نحن نريد منهم قوات مسلحة مهنية منضبطة ذات عقيدة قتالية موحدة تخضع للسلطة المدنية القادمة. ختاما أستاذ العماس، أبرز التحديات التي يجب أن يعني تتجاوزها قوى الثورة يعني مجملا وصولا لاتفاق نهائي. هي قوى الثورة الآن منقسمة إلى اثنين، هناك القوى التي تمضي في العملية التغالية، وهناك القوى التي ترفض بشكل جذري ما يسمى بالجذريون هذا الاتفاق. أعتقد أنه يمكن أن يكون هنا أن تكون هناك أرضية مشتركة بينهما، وهذه الأرضية يخلقها الإعلان السياسي المرتقب، الإعلان حالما كان مجيبا على أسئلة الشارع ومحققا لكثير من مطالب الشارع، وأبرزها كما قلت أسلفت العدالة الانتقالية وموضوع فض اعتصام القيادة العامة وموضوع إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. إذا تمت إجابات واضحة في هذين الملفين ومضت الحكومة الانتقالية بشكل واضح، هذه من شأنها أن تعيد أو أن تكسب الحكومة الكثير من الأراضي الشعبية المفقودة حاليا، أو تكسب الاتفاق يعني. نعم. حدث عن الجمع حول الاتفاق. نعم. شكرا جزيلا لحضوركم أستاذ نصر الدين العماس الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا أستاذ عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير. كان حديث اليوم في أجندة سياسية عن الاتفاق النهائي، عن هذه العملية السياسية وأبرز التحديات التي تواجه العملية السياسية حتى الملتقى الأسبوع المقبل في أجندة الساعة. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.